السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج بريمافيرا بي 6. مبدئيا كده يا شباب، شغل البلانينج مفهوش 1+1=2، تمام؟ كل مشروع ليه ظروفه، كل مشروع ليه طبيعته الخاصة بيه، تمام؟ انت ممكن تبقى شغال في مشروع تشتغل بطريقة، المشروع التاني تشتغل بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة اللي انت اشتغلتها في المشروع الاولاني، تمام؟ فاحنا هنا شغالين تخطيط، تمام؟ يعني بديلك مساحة انك تفكر وانك تبدأ انت طبقا لظروف مشروعك، تمام؟ احنا مش شغالين نظريات يعني وكده، لا، انا بشتغل هنا في المشروع او في الكورس ده بطبق وجهة نظري، مثلا انت تروح من ورايا مثلا تطبق وجهة نظرك، تمام؟ بعرض عليك السيناريو اللي احنا شغالين بيه، بعرض عليك سيناريو تاني وتالت، تمام؟ وانت بعد كده تطبق طبقا لظروف مشروعك وطبقا لطريقتك انت وطريقة شركتك اللي انت شغال فيها، تمام؟ دي كانت مقدمة بسيطة كده عن شغل التخطيط عموما، شغل جدولة المشاريع، تمام؟ نبدأ نشوف شغلنا بقى والكورس بتاعنا. في المحاضرة اللي فاتت دخلنا أعمال الكونكريت أو أعمال الهيكل. إن شاء الله في المحاضرة دي النهاردة هندخل أعمال التشطيبات، هندخل أنشطة أعمال التشطيبات، تمام؟ خلونا الأول بس نعمل تعديل بسيط على الـ WBS من هنا، بحيث إن احنا نقسم أعمال التشطيبات لأعمال داخلية وأعمال خارجية، تمام؟ هنروح من هنا على الـ Layout ونختار Show on Top WBS table عشان يظهر معانا على شكل التيبل، تمام؟ هنيجي هنا على الفينيشنج، تمام؟ احنا كنا حاطين WBS واحد بس اللي هو للفينيش ووركس، احنا هنزود واحد كمان خاص باعمال الاكسترنال او الاعمال الخارجيه، اعمال الواجهات مثلا، اعمال اللاندسكيب وهكذا، تمام؟ فهنعدل ده، هنخليه انترنال ووركس، انترنال، تمام؟ وهنضيف واحد كمان ونطلع بره عشان يبقى معاه على نفس الليفل، نديله مثلا 02. هو في واحد اوريدي، واخد 2، خليه ده 3، خليه 4، اوكي، تمام؟ لان احنا عندنا الالكتريكال ووركس واخد 02 والميكانيكال ووركس واخد 03، فهنخلي ده هنا معانا الاكسترنال ووركس. حلو الكلام، طيب تمام، يبقى كده عندنا اعمال الفينيشنج انترنال ووركس واكسترنال ووركس. حلو الكلام، خلينا هنا نشوفهم كده في التقسيمة، ندوس F5 او ريفرش من هنا، فايل ريفرش، عشان ساعات ايه الالوان بتضرب معاك وكده، وتقسيمة ال WBS بتضرب معاك، فانت لازم دايما بعد ما تدخل ال WBS اعمل ريفرش افضل، تمام؟ نخش هنا على الفينشنج، يبقى ظهر عندك الانترنال ووركس والاكسترنال ووركس، تمام؟ طيب هنبدأ ندخل في الانترنال ووركس كده مع بعض، نروح نبص بس على البي او كيو ونشوف عندنا أنشطة التشطيبات بتبدأ معانا بإيه. طيب احنا هنا عندنا في الكويت عموما شغل الماسونري أو البلوك وورك بيبقى تبع شغل الهيكل، تمام؟ يعني عندنا التشطيبات بتبدأ من أول أعمال البلاستر، تمام؟ بس احنا هنا طبعا عشان احنا شغالين المبنى اللي احنا شغالين عليه هنا ده مبنى في السعودية أو سعودي، فهنشتغل بنفس الطريقة يعني زي مصر، يعني هنبدأ شغل التشطيبات من البلوك وورك، تمام؟ فهيبقى عندنا اول اكتيفيتي عندنا في انشطه التشطيبات هيبقى البلوك وورك. حلو الكلام، طيب في هنا لو بصينا هنلاقي وولز 10 سنتي، وولز 15 سنتي، وولز 20 سنتي، تمام؟ وفي انترنال وفي اكسترنال، تمام؟ فاحنا دلوقتي نمشيها ازاي؟ عندك طريقين، يا اما تعمل اكتيفيتي الانترنال لوحده اكتيفيتي الاكسترنال لوحده، يا اما تضمهم هما الاثنين في اكتيفيتي واحد، وانا افضل الخيار التاني. ليه؟ لان انت عندك التيم اللي بينزل يشتغل البنايين يعني وكده، هم بينزلوا يشتغلوا مره واحده الداخلي مع الخارجي، تمام؟ والشائع ان هم بيخلصوا الخارجي الاول عشان نسرع شغل الواجهات او نبدا نشتغل على الواجهات بسرعه، وبعد كده بيخلصوا الداخلي براحتهم، بس انا شايف ان هي يعني هم الاثنين واحد، محصله بعضها يعني ما فيهاش فرق كتير، تمام؟ فاحنا هندخل البلوك ورك عباره عن اكتيفيتي واحد. حلو الكلام، هنروح على بريمافيرا،
انزل هنا على الانترنال وورك، هنضيف اول اكتيفيتي معانا هيبقى البلوك وورك. بلوك وورك ماشي تمام. في عندنا بعد البلوك وورك اكيد عندنا البلاستر، بلاستر وورك تمام. بس هنا قبل البلاستر في ديفيجن 5، هنا عندنا الميتال ووركس. خلينا ندخل الميتال بعدين يعني مش دلوقتي، عشان حتى في ترتيبة الانشطة نحاول ان احنا نرتب الانشطة بنفس التسلسل بتاعها، يعني يكون اقرب الى التسلسل بشكل ما عشان برضو ما نتلخبطش يعني تمام. فخلينا ندخل البلاستر الاول، بلوك ووركس، بعد كده عندنا بلاستر ووركس. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على الداخلي، كل شغلنا على الداخلي تمام، لان في احنا عندنا بلاستر خارجي برضو، فاحنا دلوقتي شغالين على الداخلي، ولكن البلوك اعتبرناه داخلي وخارجي هما كلهم واحد تمام. طيب نبص بصة تاني على البي او كيو، عندنا هنا ديفيجن 7 العزل برضو هندخله بعدين. هنا عندنا الالومنيوم والودن دورز، دول اصلا بيبقوا اخر حاجة خالص في التشطيبات. طيب هنا الديفيجن 9 عندنا بادئ من البلاستر، ساند سيمنت بلاستر تمام. احنا دخلنا البلاستر خلاص، في ايه بقى عندنا بعد البلاستر مباشرة؟ في عندنا هنا فلورينج، في سكيرتينج، كل ده طبعا تبع الفلورينج طبعا، سواء السكيرتينج اللي هي الوزارات يعني، الستونز طبعا دي الرخام تبع برضو الارضيات، وفي عندنا السيلينج، السسبندد سيلينج اللي هو الاسقف المستعارة يعني تمام. عندنا بعد السيلينج في البينتينج اللي هو الدهانات او الاصباغ، وفي الاكسترنال بينتينج اللي هو التشطيب بتاع الواجهة نفسه اللي بيبقى بره، ممكن يبقى سيجما مثلا، ممكن يبقى انواع دهانات تانية غير السيجما تمام، بس هو هنا في المشروع اللي معانا هو سيجما يعني تمام. طيب بصينا بص على البي او كيو يعني، وعرفنا فهمنا محتوى البي او كيو، نبدا ندخل بقى انشطه التشطيبات بطريقتنا احنا تمام. عندنا البلوك وورك، دخلنا البلاستر وورك، عندنا بعد البلاستر في السسبندد سيلينج، بعد ما نخلص البلاستر على طول بيبدا يشتغل في السسبندد سيلينج، بس طبعا ما ينفعش نشتغل السيلينج غير لما نكون مخلصين كل الخدمات اللي فوقيه، سواء كهرباء، تكييف، صحي، فاير لو عندنا فاير. ولكن هو في ترتيبه في اعمال التشطيبات هو بعد البلاستر مباشره تمام. يبقى عندنا الفول سيلينج او السسبندد سيلينج، سسبندد سيلينج تمام. وعندنا بعد السسبندد سيلينج مباشره بنبدا اعمال البينتينجز اللي هي الفيرست لايرز، اللي هي بتبقى مثلا سكنتين معجون ووش واحد او وشين تمام. وبعد كده بيبقى عندنا في اخر المشروع خالص قبل التسليم بيبقى عندنا وشين او ثلاثه تانيين. فهنحط البينتينج هنقسمه لنشاطين، ما ينفعش نحطه كنشاط واحد تمام. يبقى عندنا هنا البينتينج فيرست لايرز، فيرست خلينا نكتب مثلا بينتينج الاول، بينتينج فيرست لايرز تمام. عندنا بعد كده عندنا اعمال الارضيات، عندنا اعمال العوازل. طيب نبدا عندنا كمان ندخل هنا الووتر بروفنج، ووتر بروفنج فور ويت ارياس تمام. وعندنا الووتر بروفنج فور روف فلور، فلورز اللي هو العازل اللي بيبقى على السطح على الروف والتوب روف تمام. عندنا ايه تاني غير الووتر بروفنج؟ عندنا اعمال الفلورنج، اعمال الفلورنج عندنا في اعمال للويت ارياز اللي هي اعمال الحوائط، وفي عندنا اعمال الارضيات نفسها. فهنحط الاول اعمال الوولز، وول سيراميك فور ويت ارياز تمام. بعد كده عندنا الفلورنج ووركس نفسها اللي هي الارضيات بقى، عمل الارضيات باختلاف انواعها، سيراميك بقى، رخام، بورسلين، يعني حسب توصيفة المشروع في البي او كيو، ولكن احنا طبعا بنعتبر كل الانواع الارضيات عبارة عن نشاط واحد تمام. نرجع نبص بصة تاني على البي او كيو، هنا خدنا البلاستر، خدنا الفلورينج، خدنا السسبندد سيلينج، فاضل عندنا ايه؟ البينتينج خدناه، الاكسترنال بينتينج هنحطه طبعا مع اعمال الواجهات
طيب نرجع بقى ورا الحاجات اللي احنا كنا مأجلينها. عندنا الميتال ووركس اللي هو اعمال الدرابزين، اعمال السلم البحاري، الكلام ندخلهم برضو معانا. فلورينج ووركس عندنا بعد كده الهاندريلز، ميتال هاندريلز. ممكن تعمل دبليو بي اس خاص بأعمال الميتال، بس انا شايف يعني انها مش مستاهله. تمام، بعد كده بعد الميتال هاندريلز عندنا الميتال كات لادر هو السلم البحاري، كات لادر. اوكي، فاضل عندنا ايه هنا تاني؟ طيب هنا في الهاندريلز عندنا نوعين هاندريلز، هنا جلفنايزد ستيل بينتد هاندريل، ده هنا ده 2 متر، يعني الكمية كلها 2 متر طولي. تمام، ده هنا ده اللي بيبقى على الباب من بره، في بيبقى عندك مثلا 3 أو 4 درجات قدام الباب الرئيسي بيركب عليهم هاندريل من ناحية واحدة بس، ممكن تكون من ناحية واحدة أو من ناحيتين، بس أنا أعتقد هنا هو من ناحية واحدة بس، 2 متر طولي يعني. تمام، بعد كده عندك النوع التاني اللي هو جلفنايزد ستيل بنتد هاندريل وول ماونتد، ده اللي بيبقى راكب على السلالم من جوه. تمام، السلالم نفسها من جوه بيبقى راكب عليها هاندريل بس وول ماونتد، لازق في الحيطة أو بيركب على الحيطة مباشرة. تمام، فدول نوعين هاندريل مختلفين، ممكن نفصلهم في الـ ممكن نفصلهم في الاكتيفيتيز أو لأ، يعني هما هنا كده كده هيركبوا بعد انتهاء الأرضيات، بعد انتهاء نشاط الأرضيات في المبنى بالكامل. تمام، فخليهم نشاط واحد مش لازم نفصلهم يعني. تمام، وعندك كده كده الكات لادر اللي هو السلم البحاري، ده بيركب في اخر حاجه خالص، هو يعني الروف او التوب روف عندك بعد ما يتشطب بالكامل، سواء الواجهه سواء الارضيات، انتهاء العوازل، انتهاء كل حاجه، بيركب هو اخر حاجه. تمام، بعد كده نشوف عندنا في البي او كيو هنا اللي فاضل ما دخلناهوش، دخلنا عمال الميتال. عندنا الووتر بروفينج دخلناه خلاص، عندنا الدورز والويندوز، الومنيوم دورز ويندوز، وعندنا وودن دورز كمان. تمام، خلينا بعد كده هندخل الالومنيوم دورز ويندوز. الومنيوم ووركس بشكل عام، بعد كده الوودن دورز، وودن دورز. تمام، طبعا هنا الدورز شامله كل الابواب اللي في المبنى. تمام، هي سواء بقى اعمال خشبيه، اعمال حديد مثلا، الابواب الرئيسيه عاده بتبقى ابواب حديد. تمام، بس احنا هنا برضه هنعتبرها من ضمن اللي هو نشاط الودن دورز. اوكي، او ممكن نخليها الدورز بس خلاص، وودن، او نخليها مثلا وودن اند ستيل دورز، عشان ايه النشاط يبقى شامل كله، هما كلهم بيركبوا في نفس المرحله برضه اخر حاجه. تمام، طيب كده فاضل معانا ايه؟ انشطه التشطيبات، هنا التويلتس اند اكسسوارز دي هندخلها ان شاء الله مع انشطه الاعمال الصحيه. تمام، فاضل اعمال الالكتروميكانيكال بقى بشكل عام، دي ان شاء الله ندخلها المحاضره الجايه. تمام، طيب احنا هنا كده كان عندنا اسانسيرات في المبنى ده، اعتقد هي مش موجوده في البي او كيو، بس خلينا برضو ندخلها اللي هو الكونفينج سيستم، خلينا برضو ندخلها هنا ضمن اعمال التشطيبات. تمام، هنكتب مثلا elevators. تمام، installation. تمام، طيب يا شباب في خطأ هنا احنا عملناه، بعرفش انتوا خدتوا بالكم منه ولا لا، احنا حطينا هنا الهاندريلز والكات لادر مع الاعمال الداخلية، والكلام ده مش صحيح، لان احنا عندنا نوعين هاندريل في المشروع، في واحد بيركب وول ماونتد ده داخلي بيركب على السلالم الداخلية، وعندنا واحد خارجي بيركب على السلم الخارجي. تمام، وعندنا كات لادر بيركب بره على التوب روف، يعني على الواجهة، فاحنا هننقل الميتال كات لادر والميتال هاندريلز دي، هنخلي مثلا ميتال هاندريل ده نخلي نشاط منه نشاط واحد داخلي ونشاط خارجي، ناخد كوبي كنترول سي ونحطه في الاكسترنال ووركس. تمام، اوكي،
وهناخد الكات لادر كنترول اكس هنحطه في الاكسترنال وركس برضو. تمام، يبقى احنا كده عندنا خلصنا الانشطه الفينيشنج الداخلي. تمام، اخر حاجه عندنا الاليفيتور. لا كده احنا عندنا دخلنا البينتنج فيرست لاير بس، لا عندنا كمان الفاينل بينتنج الفاينل لايرز. تمام، يبقى هنزود نشاط كمان تحت الاليفيتور انستليشن، هنخليه فاينل بينتنج فاينل لايرز، بينتنج فاينل لايرز. تمام كده، دي كده خلاص يعني احنا كده رجعنا على البي او كيو عندنا، مش ناقص حاجه، دخلنا كل انشطه الاعمال التشطيبات الداخليه. خلينا بقى ندخل الانشطه الخارجيه. هنقف على الاكسترنال ورك، هنبدا عندنا ايه اول نشاط عندنا؟ الاكسترنال بينتينج او الاكسترنال بلاستر. تمام، يبقى هنزود هنا الاكسترنال بلاستر. طيب احنا هنا دخل 1340 ودخل تحت اللي احنا نقلناهم، احنا عايزينه يبقى فوق، يبقى هنبدا من 1331 عشان احنا عندنا هنا الفاينل لايرز 1330. تمام، احنا عايزينه يطلع فوق. هنخليه 1281 1281. تمام، خلي ده مثلا 1300 وميتال هاندريل بيبقى آخر واحد، نخليه 1380 مثلا، ونخلي ده 1370. اوكي، نخلي ده 1340. تمام، يبقى هنا ده عندنا الاكسترنال بلاستر. تمام، طبعا بيبقى فيه قبله السقالة، ممكن تحط برضو اكتيفيتي للسقالة وممكن ما تحطوش زي ما تحب. تمام، بعد الاكسترنال بلاستر عندنا في الاكسترنال بينتينج. تمام، بعد الاكسترنال بينتينج ممكن يبقى عندك بقى ايه شويه مثلا اعمال خاصه شويه، ممكن يبقى في عندك كيرتن وول، ممكن يبقى في عندك ستون مثلا على الواجهه، ممكن يبقى في عندك مثلا وود او مثلا اي تطعيمات مثلا خشب او غيره، فده حسب بقى ظروف مشروعك. تمام، بقى عندنا الاكسترنال بلاستر واللي عندنا الاكسترنال بينتينج، وعندنا في برضو السوفت لاندسكيب والهارد لاندسكيب. تمام، كمان سوفت لاندسكيب خليها لاندسكيب وركس عموما، لاندسكيب وركس. تمام، حلو الكلام، يبقى احنا كده عندنا دخلنا الاعمال الداخليه والاعمال الخارجيه. دي كانت كده انشطه اعمال الفينيشنجز. تمام، طبعا لسه ما دخلناش الديوريشنز، لسه ما رتبناش السيكونس، ان شاء الله كل ده في المحاضرات اللي جايه. ان شاء الله المحاضره الجايه ندخل اعمال الالكتروميكانيكال مع بعض. يمكن يكون الكلام ده ممل شويه ليك في البدايه، بس معلش يعني لازم تضغط على نفسك، لازم تشتغل على البرمافيرا الاول بالطريقه دي، تدخل كل حاجه بايدك على البرمافيرا، وان شاء الله ليتر بعد كده ان شاء الله في الكورسات اللي جايه نبقى نخش بقى في المستويات المتقدمه ونشرح بقى الطريقه الادفانسد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.